السلام عليكم. حبيت أني أهني وأبارك لنادي الأهلي المصري بافتتاح القناة، وأتمنى لهم التوفيق. طبعا النادي الأهلي غني عن التعريف، نادي كبير، نادي إنجازات، نادي تاريخ. أتمنى لهم التوفيق في مسيرتهم الرياضية، وأتمنى للقناة أيضا التوفيق والإبداع كما أبدع النادي الأهلي. شكرا لكم. نواف مبارك. هلا والله، أول شيء مبارك النادي القرن الأهلي المصري على القناة الجديدة. دومكم سباقين ودومكم رافعين رؤوسنا ورؤوس العرب، وإن شاء الله للأمام يا نادي الأهلي. يا رب بالتوفيق يا ربي. السلام عليكم. أرحب بجماهير النادي الأهلي الرياضي المصري عبر قناته الجديدة، متمنياً التوفيق لهم. طبعاً النادي الأهلي معروف في تاريخه الرياضي الكبير وإنجازاته على مستوى جمهورية مصر وعلى مستوى الدول العربية وفي قارة أفريقيا. أكيد هناك أشياء جديدة في هذه القناة المتطورة الحديثة، والله يوفقكم إن شاء الله، ونتمنى التوفيق لفريق النادي الأهلي في البطولات القادمة. بلا شك تربطنا علاقات طيبة إحنا كلاعبين مع لاعبين النادي الأهلي السابقين، وكذلك رئيس النادي الأهلي السيد محمود الكابتن محمود الخطيب. أهنيكم مرة أخرى وأتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله نلتقي معاكم في أقرب فرصة في هذه القناة. معاكم أخوكم الكابتن سعد الحوطي من دولة الكويت.